من وقت بداية أزمة كورونا وقواعد التباعد اللي صارت جزء أساسي بحياتنا، شفنا كثير أمثلة على مناسبات وأحداث وحفلات غنائية وغيرها من الفعاليات اللي صارت تتفنن إنها تلاقي طريقة للإنعقاد مع مراعاة التباعد والوقاية من كورونا. أجدد هذه الأنشطة اللي لفتت انتباه الناس الأيام الماضية كانت في برشلونة، للناس عملت فيها حفلة في الهواء الطلق. تشوفوا الحفلة أرجع أكلمكم عنها. على فكرة اللي شفتوه مو غلطة تقنية ولا شيء من عندنا نحن، لا هو المقطع كده يعني، خلوني أشرح لكم. هذول الناس من محبي السهر والرقص في برشلونة، حبوا أنهم يحتفلوا بأول يوم من أيام الربيع أمس، بالنظر لكورونا وإجراءاتها واللي صاير في العالم، لا فيهم يرقصوا ولا فيهم يسهروا ولا فيهم يسووا أي شيء من هذه الأشياء، فقرروا يعملوا حفلة في الهواء الطلق على الشاطئ يراعوا فيها التباعد. وبما أنه كمان مو ممكن ينظموا حفلة ويجيبوا دي جي والذي منه يعني، قالوا كل واحد يجيب سماعته والموسيقى حقته ويسمع ويرقص مع نفسه، يعني أهم شيء كده متجمعين يعني.